عائلته أو بمفرده إلى فرنسا؟ لا، المعلومات تقول مايا أنه سيغادر مع عائلته إلى فرنسا، وكان هذا الاتفاق منذ يعني لقاء وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريون مع نظيره السعودي. يعني الدعوة كانت للحريري ولعائلته، وبحسب المعلومات تقول أنه سيغادر مع عائلته بالمبدأ، لكن كما قلنا هذه المعلومات سنتأكد منها من خلال النهار هذا الطويل هنا في قصر أبو عبدة المستمر، ويعني بحسب اللقاءات الجارية دائما حتى الآن يجري بعض اللقاءات مع رؤساء أحزاب. حاليا يلتقي الرئيس ميشيل عون رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وسيكمل يعني جدوله الدائم المشغول في هذه الايام. وايضا لابد من الاشاره ان هناك انباء ليست لم تؤكدها مصادر بعبده، لكن هناك انباء تقول عن زياره موفد فرنسي الى قصر بعبده، اما عن مشاركه وزير الخارجيه اللبناني جبران باسيل في اجتماع الجامعه العربيه يوم الاحد، فايضا هذا سيتركونه حتى عوده باسيل الى لبنان. نعم. اولا ليقرروا يعني ليبنى على الشيء مقتضاه اذا كان سيشارك يوم الاحد في هذه القمه. نعم ساره الحاف مراسله الميادين، كنت معنا من القصر الجمهوري في بعبدة، شكرا جزيلا لك. دانت الخارجية الإيرانية تصريحات وزير الخارجية الفرنسي من الرياض يوم أمس، معتبرة أنها جاءت بتلقينات سعودية. واتهم المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي فرنسا، اتهمها بالانحياز في أزمات الشرق الأوسط وبالمساهمة في خلق الأزمات من دون علم. وردا على تصريحات وزير الخارجية السعودي، قال قاسمي أنه في السنوات الأخيرة لم ترى دول المنطقة من الرياض سوى انتهاك حقوق الإنسان وإثارة الفتنة والضغط على مسؤولي باقي البلدان للاستقالة وسحق كرامتهم. نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يخطط لشن حرب على لبنان، لكنه يأمل بالاعتماد على دعم القوى العسكرية الإسرائيلية. وبحسب الخبير الذي وصفه موقع الخبر عفوا الذي وصفه موقع الصحيفة بالحصري، فإن سلمان